سلم البنات ان شاء الله تكونوا كامل ملاح الفيديو تاع اليوم حنا على ديكاباج اللون الاحمر كيفاش نحو الاحمر من شعرنا كاين عده طرق يعني الطريقه تاع اليوم اللي حنوريها لكم بالبلوندور كي فاش نديكابي وشعرنا مي ديروا في بالكم انو كل شعر كيفاه كاين شعرها ماشي تصبغ بزاف الاحمر ولا صبغاتو فوق درجه السحب تكون كليغ هذاك تمتمي روح لها تم ثمانيه من خطر على ولو تقدر تروح للبلون وكاين اللي لا لا اللي عندها مده مده هي تصبغ في البلان ديروا في بالكم انه يقعد لها كما راكم تشوفوا هكا شويه غوز ولا شغل أوغون شويه في الشعرة ساده الشعر هذه خدوها من عندي وتعلموا سما ما ماشي كتشوفي فيديو عندي ولا تشوفي فيديو عند وحده اخرى ولا شعر وحده اخرى كامل كيف كيف لا اختي العزيزه كل وحده وشعرها كل وحده شحال من خطره يتصبغ في الحمر ولا فوق من صبغات وهذه بزاف مهمه دوكا وش اه حنستعمل لا مارك ميسكلير عندهم لاغج قام في البلوندور والله غير تحيروش تخيروا تيلمون البلوندور تاعهم يعني سهل لك الخدمة الخدمه ما يبهدلكش مع لي كليونت هذا بلون بلاكس 100% الترا بلان بزاف هايل فيه نسبه من الحمايه آه زوج كيلات تاع بلون تستعملوا ربع كيلات تاع اوكسيدون اوكسيدون كي نجون ديكابي من المستحسن يكون 30 فوليوم ماشي ال20 وماشي ال40 نستعملوا 30 فوليوم خلطوا مليح 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 وكاين خطوه مهمه اللي ما تنساوهاش واللي ما تصورتليش هنايا المهم تصور لي مقطع منها انه لازم حمايه يا البنات لازم تستعملوا حمايه للشعر تاعكم يعني نستعملوا حمايه مع البلوندوغ تاعنا اللي هو هير بروتين هذا تاع لا مارك هذا يا مسحوق البروتين يغذي ويحمي لك الشعره اسمع نستعمل مع البلوندوغ نقدر ندير هذه لا لا استعملوا هذا هذا هو لخش كان بعض المنتجات كي مع البلوندوغ يفشلونا لنا هذاك ومي كابيش ولا ما يطلع لناش ليماج فهمتوني يعني في 100 غرام تاع بلون كتخلطوه كي مع الاوكسيدون نستعملو مغرف صغيره تاع مسحوق البروتين تاع ميسكلير هكذا كيما هنايا استعملت زوج مغارف صغار تعمل مسحوق البروتين تاع ميس كلاخ والديكاباج هذا ما نقدرش نوريه لكم خاطر كل وحده وخدمتها صعيب لازم تبعدي على لغاسين من بعد الخطره الاولى كل وحده وشعرها كاين كيما هنايا مش من الخطره الاولى زدت دوزيام فو. فوا بعد كي فوا تغسلوا الشعره تروحوا تنقصوا الفوليم تاع الاوكسيدون استعملنا 30 نروحوا للفان 20 فوليم فوا فهمتوني واذا كانت شعرتها صحيحه على بيها لازم بلوندور مليح ولازم نستعملو مسحوق البروتين تاع المسكاخ تلقاوها مية ألف داك مسحوق البروتين تخدمو به شحال من خطرة تلقاو عند كامل لي كوسميتيك فهمتوني هذه الطريقه تاع الديكاباج ننصح بها غير في لي صالون بروفيسيونيل ولي صالون بروفيسيونيل راهم يعرفوا خدمتهم ماشي حتى انا نوريها لهم صعيب الديكاباج واحد واحدكم في الدار ما ننصحكمش من بعد قولوا لي فوق هذيك درجة السحب اللي خرجت لنا شويه اورونجي خلاص او تلحنا الأحمر قعدنا شويه الاورونج نصبغوه فوقه وشنو هي لتخرجنا فوق هذيك درجه, درجة السحب اي يقولوا لي شطارتكم من بعد كاين جزء ثاني ان شاء الله نديرلكم آه ندير لكم عليه لك الوقت ندير لكم مونتاج ونحط لكم ان المهم تكونوا فهمتوا انو باش ديكابي شعرك لازم دور يكون مليح لازم ديري مع حمايه وتكوني تعرفي شعرك شحال بختي من خطره تاع حمر كاين تنحلها من الخطره الاولى وكاين لحتى حتى الخطره الدوزيام والاكسيدون نقصوا عيار تاعو في المره الثانيه وهذا هو الفيديو تاع اليوم وإلى فيديو آخر والسلام عليكم